الرب يفتح ولا أحد يغلق، والرب يغلق ولا أحد يفتح. عزيزي المشاهد، لو ليك علاقة حقيقية بالرب يسوع لازم تمتلئ بالثقة ان الرب يقفل ابواب الاذى، اي ابواب جاي منها اذى، جاي منها اذى يؤذينا. لازم نؤمن ان الرب يغلق هذه الابواب ولا يستطيع احد ان يفتحها. قول كده معايا، باسم الرب يسوع تنغلق ابواب الاذى، باسم الرب يسوع. الرب يقفل الأبواب اللي جاي منها أذى، اللي فيها خداع، ولا يستطيع أحد أن يفتحها. يعني لا تفتح باسم الرب يسوع. كل أبواب جاي منها أذى، جاي منها سلب، جاي منها خداع، تتقفل وتظل مغلقة باسم الرب يسوع. والرب مش بس بيقفل، الرب بيفتح. ونعلن إيماننا أن الرب يفتح أمامنا هذه الأيام أبواب، أبواب منه للنجاح، أبواب منه للتعويض، أبواب منه للثمر الكثير، أبواب لحل مشاكل مستعصية. والأبواب دي تظل مفتوحة، لا يستطيع أحد أن يغلقها. وأبدأ معك بآية من سفر أعمال الرسل أصحاح 16، كلمات قالها الرسول بولس للشخص المسؤول عن سجن فيليبي. بولس كان مسجون في هذا السجن، وأغلبنا عارفين هذه القصة. في يقول كتاب نحو نصف الليل بولس وكان معاه واحد اسمه سيلا، كانوا بيسبحوا وبيصلوا، وبعدين حدثت زلزلة عظيمة. نتيجة الزلزال ده انفتحت أبواب السجن وانفكت القيود بتاعت كل المسجونين. لما استيقظ حافظ السجن ده، المسؤول عن السجن، صحي بقى من النوم، فاكتشف ان أبواب السجن مفتوحة. ورأى أبواب السجن مفتوحة، عمل ايه؟ اندفع كده وقال، قال ان انا دلوقتي المسؤولين هيتهموني بالتقصير، لانه لما شاف الابواب السجن مفتوحه اعتقد ان المساجين هربت. فقال جوه نفسه كده 100% حملوني المسؤوليه، ازاي دول هربوا؟ انت كنت فين؟ وهيبتدوا بقى يعذبوني وانا عارف العذاب بتاعهم. لا انا ما اقدرش اتعذب. فعمل ايه؟ خد قرار مندفع، ويقول الكتاب انه استل سيفه وكان مزمعا ان يقتل نفسه ظانا ان المسجونين قد هربوا. فين الايه بقى اللي انا عايز اقولها؟ هي الايه 28. بولس قال له لا تفعل بنفسك شيئا رضيا. كتير بنعمل لنفسينا أشياء رضية نتيجة إن إحنا مش فاهمين كل حاجة. يعني هو بس شاف إن الأبواب مفتوحة، فبسرعة كده مخه قاده إن يبقى إذن المساجين هربوا، يبقى إذن أنا هتعذب ومش هيموتوني كده على طول، هيعذبوني، أنا مش عايز أتعذب، إذن أنتحر. نتيجة إنه استعجل في اتخاذ القرار، اندفع، ما شافش الصورة كاملة، شاف أجزاء من الصورة. لما بنشوف أجزاء من الموضوع ممكن ناخد قرارات مضرة لأنفسنا. فهنا الرسالة، في صوت بقى من الرب جاله عن طريق بولس، لا تفعل بنفسك شيئا رضيا، لأن الصورة مش زي ما أنت فاهمها. ده لأن جميعنا، أنا واحد من المقصورين، بولس بيقول ما طلعناش، لأن جميعنا ها هنا. عزيزي المشاهد، الرب بيحذرك إنك تضر نفسك، لا تفعل بنفسك شيئا رضيا. استجيب لصوت الرب،
ما تندفعش وراء تفكير في يأس، ما تيأس، ما تضرش نفسك تقول أبطل شغل، ما تضرش نفسك تقول أنتحر، ما تضرش نفسك لا تفعل. ليه؟ لأن اللي أنت شايفه ده مش كل الحقيقة، في جزء من الحقيقة ناقص. إيه هو؟ إن الرب بيحبك. إيه هو؟ إن الرب أمين. لو أنت جيت له مش هتتعذب، لو أنت جيت له الهزيمة وبتاعتك تتحول إلى انتصار، الخسائر تتحول إلى مكاسب، الفشل يتحول إلى نجاح. لا تفعل بنفسك شيئا رضيا. إبليس عايزنا نضر نفسنا. هنا بيقول الآية بتقول لك اوعى تضر نفسك. طب تقول لي فين الأمان؟ الأمان إن أنا في أي موقف لازم أجي للرب وأقول له يا رب احميني من نفسي، احميني من قراراتي. زي ما حميت الراجل المسؤول عن السجن كان هيموت نفسه، حميته، خليت بولس بيصرخ كده، نادى بولس بصوت عظيم لا تفعل بنفسك شيئا رضيا. لما نيجي للرب ونقول له احنا عايزين نبقى في مشيتك، لما نيجي للرب ونقول له احنا عايزينك في حياتنا، الرب مش هيسيبنا وهيمنعنا من ان احنا نضر انفسنا. شوف الرب منع الراجل من انه يضر نفسه، ده الرب كمان طلع من الحاجة الوحشة دي الانتحار، طلع حاجة كويسة ان الراجل بعد كده آمن بالرب يسوع، ومش هو بس اللي آمن، ده كل عيلته آمنت وكلهم بقيوا مسيحيين. عزيزي المشاهد، لا يزال الرب قادر ان يطلع من الحاجة الوحشة حاجة كويسة، لا يزال. وده اللي بنشوفه في سفر القضاء لما بيقول لك خرج من الآكل من الوحش طلع منه طعام، ومن الجافي خرجت حلاوة، خرج عسل. فالرب بيطلع دايما من الحاجات الوحشة، ده موقف سيء لأنه هيأذي نفسه بدون داعي، محدش خرج يعني ببساطة يروح يقفل البيبان تاني خلاص، لكن كان هيأذي نفسه بسبب أنه انخدع. باسم الرب يسوع لا ننخدع، باسم الرب يسوع ولا نؤذي أنفسنا. والرب يطلع من الحاجة الوحشة دي اللي هي الخداع، انه كان ينخدع وكان ينتحر، الرب طلع حاجة كويسة باسم الرب يسوع. لو انا شايف نفسي في حالة سيئة جدا، اثق ان الرب يطلعني من هذه الحالة. رب قادر ان يطلعك من اليأس لحالة من الفرح والرجاء. تنساش ان الهنا مكتوب عنه انه اله الرجاء، مش إله اليأس، مش إله الانتحار. باسم الرب يسوع لا نفعل بأنفسنا شيئا رضيا بسبب اليأس، أو بسبب الإحساس المستمر بالإحباط، أو بسبب الحزن، لأن الرب قادر أن يعطينا حياة المجد. والرب عايز كل ولاده يبقوا من مجد إلى مجد. دعوة الرب ليك لو جيت للرب وسلمت له نفسك، دعوة الرب ليك مش انك تيأس، مش انك تحبط، دعوة الرب ليك انك تبقى في الارتفاع من مجد الى مجد. عزيزي المشاهد، تعال معايا الان الى سفر الرؤيا اصحاح 11، بنزلنا نتأمل في الشاهدين اللي الرب كلفهم بالشهادة ليه، هم اكيد اتنين مؤمنين في وقت الضيقة. وقلت لك في رأيين، في رأي بيقول ان دول مدة الشهادة بتاعتهم 1260 يوم، يعني 3 سنين ونص، يعني 42 شهر، على أساس أن الشهر في الكتاب المقدس في النبوات بيبقى مدته 30 يوم، فالمدة بتاعتهم 3 سنين ونص. 3 سنين ونص دول في ناس بيقولوا أنهم الضيقة 7 سنين، زي ما عرفنا وزي ما قال دانيال وزي ما بنفهم من تفسير سفر الرؤيا. ففي ناس بيقولوا دول هيشهدوا للرب في النصف الاول من السبع سنين، وفي ناس تاني يقولوا لا في النصف التاني اللي هو الضيقة العظيمة. سواء كنت بتؤمن بده او مع الرأي ده او ده، المهم الدروس الروحية اللي لينا. الدروس الروحية اني ما يهم دول، اهم حاجة فيهم انهم اطاعوا الرب
لأن عشان يشهدوا في وقت صعب زي ده، عشان يشهدوا في وقت المسيطر على العالم شخص شيطاني، عشان يشهدوا ويبقوا أقلية. دول كانوا أقلية جدا جدا جدا، ده وقت وحش قوي، لأن زي ما بنعرف إن الشر كل ما نقرب على نهاية العالم الشر بيزداد، الخداع بيزداد، الأمور الشيطانية بتزداد، السحر بيزداد. بس مع كده نقدر نشهد للرب في هذه الظروف ويعظم انتصارنا. وهنا الكتاب قال عنهم المنارتان، يعني عندهم نور، والنور دايما أقوى من الظلمة دايما. يعني أي قصر مليان ظلام شمعة تولعها تنتصر على هذا الظلام. فمهما كان الشر المحيط بيك، تقولي أنا عايش في شر، تقولي بلدي كلها شر، شغلي كلهم ناس ملحدين وكلامهم قبيح، كل حتة أنا موجود في مكان صعب جدا، أقول لك إذا كان الرب ما شئت أنك تعيش في هذا المكان أنت لا تنتصر. المكان مش هيغلبك، النور يغلب الظلمة، مش الظلمة تغلب النور، النور أقوى من الظلمة. والرب قال لنا أنتم نور العالم. افترض أنك أنت الطالب الوحيد اللي في الكلية بتاعتك اللي تعرف الرب يسوع، والباقيين منحلين وعندهم انحلال، وأنت اللي تغلب، أنت اللي حياتك تبقى فيها مجد، انت اللي الناس تحب تجيلك عشان تستريح. ليه؟ الذي فينا اعظم من الذي في العالم. العالم ضخم أكثرية، لكن احنا اولاد الرب مسنودين من الرب. دول اتنين لكن قدروا يشهدوا للرب شهادة عظيمة. ليه؟ عشان عايشين للرب. لما تعيش للرب ويبقى لك علاقة مع الرب، الرب ينور من خلالك، يبعتك في أماكن مظلمة فتضيئها. بيقول الكتاب هنا إنهم المنارتان، وده تعبير معناه إن أنا أقدر لو الرب حطني في وسط مليان نجاسة، في وسط عالمي، أقدر أعيش في القداسة، وأقدر أعيش في كله بيكذب أنا ما اكذبش، وأقدر أعيش ناجح، وأقدر بحياتي أشهد للرب، بكلماتي أشهد للرب. يقول هنا الكتاب هذان هما المنارتان والقائمتان أمام رب الأرض. رب الأرض اللي هو الرب يسوع، يعني جاي يملك على الأرض. فهنا قائمتان أمامه، يعني ديهم علاقة معاه. أنا عشان أبقى نور لازم أبقى ليا قاعدة مع الرب، لازم يبقى في علاقة بيني وبين الرب، لازم بسمع صوت الرب وأنا بدرس الكتاب المقدس، بشوف الرب في صلاتي في الصباح في المساء في الطريق وأنا في الشغل برفع قلبي، لي علاقة، لازم أبقى أمام الرب عشان أبقى نور أمام العالم. عشان تبقى قوي والنور يسري من خلالك، لأن ممكن تنور شوية وتطفي. ليه؟ لأنك ما فيش علاقة مع الرب مستمرة. اللي بيخلينا نستمر نور، اللي بيخلينا نستمر مؤثرين، اللي بيخلينا نستمر ننور كده للناس السكة ونقول لهم ده الطريق ونبقى كلامنا مؤثر، علاقتنا المستمرة مع الرب. اسأل نفسك هذا السؤال الهام، هل ليك علاقة حية مستمرة مع الرب يسوع ولا لا؟ بدون هذه العلاقة العالم يغلبك، بدون هذه العلاقة النور اللي فيك يخفت أو يضعف، بدون هذه العلاقة مش هتقدر تنتصر، لكن بالعلاقة مع الرب يعظم انتصارك. قال هنا الكتاب عنهم قبل ما يقول عنهم المنارتان، قال هما الزيتونتان، يعني دي يعني هما الاثنين شجرتين زيتون. والكتاب المقدس زي ما احنا عارفين
هو أعظم مفسر للكتاب المقدس. يعني لما تقول لي أعظم كتاب تفسير للكتاب المقدس، أقول لك الكتاب المقدس نفسه بيفسر بعضه. وعشان أفهم الزيتونتان اللي هنا، اللي وصف الشاهدين دول اللي هيشهدوا في وقت الضيقة، عشان أفهم إيه هما، إيه معنى كلمة الزيتونتان، اللي بيشرح ده سفر من أصفار الكتاب المقدس، سفر من العهد القديم، هو سفر زكريا. لما تروح لزكريا، وزكريا ده أحد الأنبياء الصغار، وعارفين ليه اسمهم أنبياء صغار، عارفين مش بسبب أنهم مثلا حياتهم صغيرة ولا تأثيرهم صغير، لا، بسبب أن الأصفار اللي كتبوها كانت صغيرة الحجم إذا قورنت بأصفار الأنبياء الكبار اللي تسموا أنبياء الكبار، لهم كتبوا أصفار ضخمة زي أشعياء مثلا 66 أصحاح، سفر ضخم. فسفر زكريا من الأنبياء الصغار في الأصحاح الرابع بيقول لنا عن رؤيا شفة فيها شجرتين زيتون، وبرضو اسمهم الزيتونتان في آية 11. زكريا لما شاف شجرتين الزيتون دول قال ما هاتان الزيتونتان، والزيتونتان دول شافهم، دي رؤية عظيمة وتأملنا فيها احنا لما كنا بندرس في سلسلة النبي زكريا. انما باختصار شاف شجرتين زيتون، وشجرتين زيتون جاي منهم زيت، والزيت ده بيروح لمنارة، والمنارة بتنور بالزيت، لان زيت الزيتون كان يستخدم للإضاءة. وحتى أيام الرب يسوع زيت الزيتون كان لا يزال يستخدم في الإضاءة وفي الهيكل، كان عندهم حاجات كتير بتنور بزيت الزيتون. فهنا شجر الزيتون ده بيطلع منه الزيت اللي بينور المنارة، بس شجر على اليمين وشجر على الشمال والمنارة بتنور. ومع الرؤية دي زكريا سمع الآية اللي بتقول لا بالقدرة، سمع الرب هذه كلمة الرب، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. والزيت ده مكتوب عنه هنا انه الزيت الذهبي، يعني زيت من ذهب، ده في آية 12. تقولي طب ايه المعنى؟ معنى واضح جدا، لا بالقدره ولا بالقوه بل بروحي قال رب الجنود، يبقى الزيت ده بيتكلم عن الروح القدس. ويبقى الزيتونتان هنفهم بعد كده مين هما الزيتونتان دول في رؤيا 11، نفهم مين هما الشاهدين، ده في اخر الكتاب المقدس. وهنا من زكريا 4 نفهم من الشاهدين ان ساعتها بقى زكريا ده كان امتى؟ ده كان قبل مجيء الرب يسوع، ده قبل الرب يسوع ما يتجسد، ده العهد القديم لما كانوا بيعيدوا بناء الهيكل اللي انهدم، هيكل سليمان هدموه البابليين، وكانوا دول شعب الرب رجع من بابل بعد 70 سنة وبيبتدي يبني المدينة ويبني الهيكل. وفي بقى أعداء كثيرين ووثنيين من الشعوب المحيطة ضد هذا البناء، فهنا الإشارة بتقول له لا بالقدرة ولا بالقوة تغلب دول وتستمر تبنوا بل بروحي قال رب الجنود. وشجرة الزيتون دي رمز ليه؟ القائد بتاع البلد اللي هو زروبابل، القائد السياسي. طب والشجرة التانية؟ ده القائد الديني اللي هو يهوشع رئيس الكهنة، فده القائد الديني، القائد العبادة، وده القائد الحاكم السياسي. ده شجرة زيت وده شجرة زيت، يعني شجر الزيتون بتطلع زيت يعني، وده شجر الزيتون بتطلع زيت، والزيت بيخلي الشعب ينور وينتصر على الظلمة بتاعة الشعوب المحيطة، انتصار على الظلمة بسبب ان الاتنين دول يهوشع وزروبابل الحاكم السياسي والقائد الديني القائد الروحي
مليانين زيت شجر الزيتون، يعني فيهم الروح القدس، يعني مليانين بالروح. نتيجة انهم مليانين بالروح خلوا الشعب يتحرك وينور وينتصر، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. لما نلاقي بقى في آخر الأيام في زيتونتين كمان، الله، هو يعني هوشع وزروبابل هيقوموا من الموت؟ لا، ده مش المعنى على الإطلاق، إنما المعنى إن دائما في أي عصر ممكن يلاقي أشخاص اسمهم زيتونة، ممكن يبقى اتنين مع بعض بيصلوا زيتونتان. يعني الزيتونتان دي مش حاجة كانت في العهد القديم بس، ده حاجة في العهد القديم وحاجة في نهاية الأيام وحاجة في كل وقت. أنت ممكن تبقى زيتون، تبقى شجر الزيتون بتطلع الزيت اللي اسمه الذهبي، لأن ده زيت الروح القدس، يعني الروح من خلالك بيأثر في الآخرين. ومن الذهب لأنه الإشارة إلى الروح القدس، روح المجد، لأن الذهب في الكتاب المقدس يتكلم عن المجد. فدول شجرتين زيتون الاثنين الشاهدين، وممكن يبقى واحد فيهم هيشهد ضد الحاكم السياسي، فهيشهد ضد المسيح، والتاني هيشهد ضد القائد الدين المنحرف اللي هو النبي الكذاب. ممكن عشان على اساس ان في نبوة زكريا كان واحد بيمثل السياسة ومملوء بالروح، والتاني قائد العبادة اللي هو يهوشع، وقائد السياسة اللي هو الحاكم زروبابل. انما اللي مهم ليا وليك ان احنا النهاردة إذا كان في العهد القديم في شاهدين وفي آخر الأيام في شاهدين، أنت النهاردة ممكن تبقى شاهد للرب وتبقى زيتونة، تبقى شجرة زيتون. وهنا أقرأ لك من سفر المزامير الآية العظيمة اللي قالها داود: أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله. يعني انت تقدر تمتلئ بالروح القدس عزيزي المشاهد، فتنور وتأثر في الآخرين وتغلب الظلمة. مش هنغلب الظلمة اللي حوالينا بدون الروح القدس، بدون ما نبقى شجر الزيتون، وشجرة الزيتون تتكلم عن الامتلاء بالروح القدس. عزيزي المشاهد، اطلب ان تمتلئ بالروح القدس لكي تظل منتصرا على الشر. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب لا دينونة الآن، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.